بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن طريقة عمل فحص بروتين البينجوس. الأشياء اللي تحتاجها في هذا الفحص هو يورين المريض، سيتريك أسيد 3%، إضافة إلى حامض الـ HCl وهو يكون عادة يكون مركز، ونحن نعرف أن تركيز حامض الهيدروكلوريك هو 37%، هو التركيز الكونستريشن بالنسبة له، إضافة إلى التيست تيوب. نعم، هنا راح ناخذ 1 مل من يورين المريض، ونخليه بالكان تيوب طبعا. واحد من اليورين المريض، ونضيف له قطرة أو قطرتين من السيتريك أسيد، كلش كافي. قطرة أو قطرتين من السيتريك أسيد. ثم بعد ذلك ناخذ هذا اليورين المضاف عليه سيتريك اسيد ونسوي له سنتريفيوج 3000 دوره لمده خمس دقائق. سنتريفيوج تقريبا خلاص، بس ننتظر انه ينفتح باب السنتريفيوج. طبعا بعد السنتريفيوج راح نضيف 1 مل من حامض الهيدروكلوريك، بس راح نلاحظ كيف عملية الإضافة، لأنه يحتاج لها أيضا تقنية معينة. هذا السامبل، نعم هذا السامبل اللي سويناه له سنتريفيوج. طبعا راح ناخذ 1 مل من ال HCl، يفضل انه تاخذه وتكون بانه تطلع منه ابخره تضر الجهاز التنفسي، ولذلك تاخذ بعيدا وتحاول تستنشقه. بعدين نضيف ال HCl مثل ما ذكرت التقنيه محدده، ويفضل انه الاضافه على الجدار. نضيف ال 1 مل كامل الجدار. اوكي، بعد الاضافه طبعا لو كان بوزيتيف ناخذ هنا على الباك جراوند، يفضل يكون ابيض. اذا كان نيجاتيف يبقى اليورين كما هو. اذا يكون البينجونز بوزيتيف راح تظهر لنا هاله لونها تقريبا يميل الى الوردي، وهذا دليل على انه وجود بروتين البينجونز، وهذا يعني انه البينجونز بوزيتيف.